ورايتنا رفرفت في السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن حصدنا المعرفة من 10 دروس حول بيت المقدس، سأوجه لكم بعض الأسئلة وعليكم الإجابة. فهل أنتن جاهزات؟ نعم، كنا ننتظر هذه المسابقة بشوق. على بركة الله نبدأ. وسؤالنا الأول هو: ما هو بيت المقدس؟ هل هو المسجد الأقصى أو المدينة أو فلسطين؟ تفضلي يا آية. لا، الإجابة ليست أي منهم. بيت المقدس هو إقليم كبير بحدود ثابتة يشمل قرى ومدن كثيرة، فيه مدينة بيت المقدس وبمركزه المسجد الأقصى. أحسنتي. والآن أخبرينا يا مريم، لماذا قالت مدينة بيت المقدس ولم تقل القدس؟ لأن رسولنا الكريم استخدمه ولم يستخدم مصطلح القدس الذي استخدم أول مرة في العهد العباسي، وبهذا نحيي سنة مهجورة. رائع. سؤالي الآن إلى فاطمة: ما هي أواصر العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وبيت المقدس؟ الرابط الروحي ويتمثل بالصلاة، الرابط الديني ويتمثل بسؤال الصحابة عنه وبتعلقهم به، الرابط السياسي ويتمثل بانتظار أخبار بيت المقدس واهتمامهم به وهم في مكة، ورابط عسكري يتمثل بالغزوات التي سيرت اتجاهه. وما هي هذه الغزوات؟ مؤتة وتبوك وبعثة أسامة. وبماذا توجت هذه العلاقة؟ توجت بحادثة الإسراء والمعراج. أحسنت. والآن من هو قائد الجيش الإسلامي الذي فتح بيت المقدس؟ قاد الجيش أبو عبيدة بن الجراح، ثم فتحه عمر بن الخطاب بدون حرب أو قتال. وما اسم العهدة التي كتبها؟ العهدة العمرية. وما هو أول بناء في المسجد الأقصى بعد الفتح؟ جامع عمر في الجهة الجنوبية، ويتسع نحو 3000 شخص. وفي أي عهد بدأت عمارة المسجد الأقصى؟ وماذا بنوا أولا؟ في العهد الأموي، وأول بناء كان قبة السلسلة، ثم قبة الصخرة والجامع القبلي، ثم تطور البناء. كيف نجح الصليبيون باحتلال بلادنا؟ نجحوا بسبب تفرقنا ومساعدة بعض ممن ينسبون إلى الإسلام. كم سنة بقي احتلالهم؟ 88 عاما. ومن المجاهد الذي حرره من جديد؟ فتحه صلاح الدين الأيوبي، تلميذ نور الدين وعماد الدين الزنكي. هل فتحه مباشرة؟ لا، بل خطط وخاض معركة حطين وانتصر فيها وفتح المدن والقرى، ثم اتجه نحو بيت المقدس ودخل الأقصى محررا، وانتشر الأمن والسلام. ما هي الدروس التي استفدتن منها؟ أن نسير على خطى نبينا، وأن نزود أنفسنا بالطاعات ونطبق شرعنا، وأن نساهم بنصرة بيت المقدس بكل الطرق، وأن وحدتنا وعدم تفرقنا مهم لنحقق النصر، وأن المعرفة تقود التغيير والتحرير. جزاكن الله خيرا، وبكم القادم أروى، فأنتن جيل التحرير إن شاء الله.